بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رمضان ويسرت لنا الصيام والقيام فتقبل ذلك منا يا رب العالمين، وأتم علينا نعمتك حتى نهاية العمر يا رب العالمين في كمال الطاعة والإيمان والإحسان والذكر والتوكل على الله والتفويض إلى الله والإيمان بالله والثقة في الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع ذلك كله لنا على أكمل وجه يرضيك يا رب العالمين، نحن وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وأهلينا وكل من طلب منا الدعاء، وكل من وقعت عيوننا عليه من المسلمين، وكل من أحبنا في الله، وكل من يسرت لنا الخير على يديه يا رب العالمين أو بلسانه يا رب العالمين، توفيقك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وشفع فينا نبي الصيام والقرآن صلى الله عليه وسلم، واشفع فينا برحمتك بعبادك ولطفك بعبادك يا رب العالمين، وشفع فينا عبادك الصالحين وملائكتك والمؤمنين، وشفعنا في أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين. اللهم يا رب العالمين ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وآمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ الحجة المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمر الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه إلى يوم الدين في الدارين يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا حول شرح المصنف للحديث 40، وهو حديث 7: يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا من أهل هذا الحديث يا رب العالمين، ومن أهل الظلال في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. يقول في الوجه 16 قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، فهذا تحقيق في الإخلاص، يعني دليل الإخلاص والزهد في الدنيا. إنما اللي بيعد عنده حرص، تطلع وما عدش وده، لدرجة لو سألت أنت أنفقت إيه ما يعرفش، يعني هو نفسه ما يعرفش، زي ما تطلع. ده دليل ايه؟ ان الدنيا في ايده مش في قلبه. ولو زهدت في الدنيا يحبك الله،
ولو زهدت فيما أيدي الناس يحبك الناس. وقليل من الناس على فكرة اللي فيهم الخصال ده، من المؤمنين كمان قليل. تمام، الناس تبقى طمعانة كده، باصص للحاجة طمعان فيه، إلا ما رحم الله. لكن شوف، عايز الناس تحبك ازهد في اللي في ايديهم يحبوك، عايز ربك يحبك ازهد في الدنيا بحالها بقى، طلعها من قلبك. يعني مش معناها تقعد في البيت ما تشتغلش، لا مش معناها كده. الرسول يقول لك احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، ويقول لك ان طلب الرزق في سبيل الله، من خرج لطلب الرزق الحلال فهو في سبيل الله حتى يرجع. لكن تطلب، لكن قلبك مطمئن برزق الله وراضي عن رزق الله، فالمسألة مسألة قلب. يعني دي عبادات قلبية ما تظهرش على الإنسان. تلاقي المؤمن اللي هو راضي بقضاء الله ده الزاهد في الدنيا شغال بيكد في الدنيا، زي التاني الحريص على الدنيا، في الظاهر الاثنين واحد، ده بيكد وده بيكد، وده بيسعى وده بيسعى، وده يروح للعمل وده يروح للعمل. لكن فرق كبير في قلب ده وقلب ده. قلب ده مع الله، الدنيا مش في قلب ده، هو بيسعى فيها بس تعبدا، لأن الله أمر أن يعمر الدنيا، وأمر أن هو يرعى الضعفاء، وأنه يقضي حاجة المسكين، وأنه لا يرد سائل. فهو بيسعى في الدنيا عشان يعمل الحاجات دي، لكن مش عشان يحصلها ويكنزها ويحطها في إيه، في البنوك اللي بره في أوروبا، يحرم حتى أهل البلد منها. يعني حتى حرامية بلادنا لو خدوا الفلوس دي وعملوها مشاريع شغلوا الناس، كانوا يبقى أهون خطرا على البلاد من اللي هو يصفي البلد ويخلي خيرها براه، ويسيب الناس هنا تقتل بعضها علشان مش لاقي أوضة يسكن فيها، مش لاقي حاجة يعيش منها، والشباب يرمي نفسهم في البحر يغرقوا علشان عنده أمل يروح أوروبا يمكن يلاقوا فرصة عمل. مجرمين، شغل إجرام. لكن اللي بيسعى في الدنيا والدنيا مش في قلبه تعبدا لله، ده زاهد فيها برغم انه بيسعى. فالسعي في طلب الدنيا مش معناه ضد الزهد، لا، لان الزهد عبادة القلب والسعي عبادة الجوارح، وانت مش مطلع على القلب. الكل بيسعى والكل في ظاهره بيجمع والكل في ظاهره بيحصل الدنيا، لكن الزاهد بيحصلها بإيده عشان ينفقها، ياخدها من حلها وينفقها في الطاعة، ده الزاهد في الدنيا. إنما التاني لا، ده طماع، ده بيجمعها وهي في قلبه بحيث لو فقدها ينقلوا العناية المركزة، يتشل مسكين مش مستحمل، أول ما تخسر تجارته يعيا يمرض. ليه بيعيا؟ لأنها جواه. فلما عيت الدنيا هو مرض، زي ما تمرض هي في الخارج يمرض هو في الداخل، لأنها جواه تخلخلت، جواه بقت بتجري في دمه الدنيا. فأول ما الدنيا في الخارج تخسر هو كمان يخسر في الداخل. إنما المؤمن اللي الدنيا مش في قلبه والله يحصلها خير وبركة، ما حصلهاش الحمد لله إن ربنا عافانا منها. آدي الفرق بين الزاهد. فالزهد عبادة قلبية وليست عبادة جوارح. في ناس بقى يفهموا التصوف غلط، يقول لك الله يعني أقعد في البيت بقى ما اشتغلش. لا، هو النبي قاعد في البيت ما اشتغلش، مش النبي هو أسوتنا؟ أزهد الخلق في الدنيا النبي، جميع الأنبياء من أزهد الخلق في الدنيا، كل الأنبياء. في نبي قاعد، سيدنا داود كان يأكل رزقه من إيه؟ من عمل يده، وهو مالك، نبي مالك، كان مالك ما يعني، عارف يعني مالك؟ يعني عنده أملاك وضياع، يعني ممكن يأكل منها ويشتغلش، وبالرغم كده كان إيه؟ ياخد من صنع يده. ما فيش نبي قاعد في بيته، ما فيش نبي ترك العمل، ما فيش نبي ترك الجهاد، وهم أزهد الخلق في الله. يبقى اللي يفهم كلام التصوف انك تزهد في الدنيا انك تتركها، يبقى لا صوفي ولا فهم التصوف اصلا ولا فهم سير الانبياء، لان الزهد عبادة قلب وليست عبادة جوارح. فهذا تحقيق في الإخلاص. ومثل ذلك يروى عن بعض أهل الصوفية أنه كان قلما يقبل شيئا،
فلما كان ليلة بعد العشاء الآخرة فإذا برجل يقرع الباب، فخرج إليه فإذا هو رجل من جيرانه وكان صانعا في الخياطة، يعني كان خياط، فقال له: خط اليوم بكذا وكذا، واشتريت به هذا الطعام معه وما يحتاج إليه في البيت، ورأيت أنها من جهة حلال ارتضيتها لك، وهذا ليل مظلم، ووالله ما عرفت أحدا ولا رآني أحد حين جئتك، وها هو ذا ثم، يعني رمى في حتة قريبة من الراجل، رمى وها هو ذا ثم رمى ما كان بيده بالباب، يعني هنا هو، وولى ما استناش إجابة. فما حمله على هذا الإخفاء العظيم إلا رغبته في الإخلاص في العمل. والأمثلة بقى كتير، أمثلة كتيرة. سيدنا علي زين العابدين كان يحمل الدقيق على ظهره في الليل المظلم قبل الفجر بساعات، ويضع أمام بيوت الأيتام، فلما مات فقد الأيتام الدقيق بتاعهم، عرفوا أن اللي كان بيحمله مين؟ سيدنا علي زين العابدين. واللي بيغسله وجد أثر حمل على ظهره، أثر على جلده، على عاتقه. فضل كده سنين طويلة ما حدش عارف مين اللي بيجيب الدقيق ده للأيتام دول، لحد يوم غسله لقوا أثر الحمل على كتفه، على عاتقه، وافتقد الأيتام ما كانوا يجدونه بأبوابهم. ده كمال القصص لا تنتهي بقى. من الصالحين الذين أخفوا أعمالهم عن الخلق حتى ماتوا. كان أحد الصالحين برضو يصوم الدهر 40 عاما وزوجته ما تعرفش، أقرب الناس ليه ما تعرفش، تعرفش كل يوم تحضر له الأكل وهو رايح تجارته، ياخده معاه على إنه حيفطر يعني، وهو صايم يتصدق بيه ويروح شغله ويفطر في شغله ويرجع. قعد كده متجوزها 40 سنة ما تعرفش انه صايم بقى له 40 سنة، حتى عن زوجته اقرب الناس دي. نماذج كتيره، واقرا رساله قشيريه وتعرف نماذج الصالحين كيف مروا بهذا المعنى اللي هو اخفاء العمل، كيف كانوا يتفننون في اخفاء العمل. فربنا يجعلنا من اهل هذا الباب. الوجه 17 قوله عليه السلام: ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. فلأنه اجتمع له الوصفان الخوف والإخلاص. خاليا يعني الناس مش واخده باله منه حتى لو كان في الجلوة، أصل الخلو يعني معناه إن الناس مش في قلبه، سواء كان حسا أو معنى. يعني ممكن يبقى إيه، إحنا ربنا مشايخنا إن الواحد يبقى العزلة في الجلوة، مفيش عزلة خلاص، يعني كما شايفنا قالوا خلاص انقضى عصر العزلة في التربية، كان زمان يقعدوا في الخلاوي ويختلوا بأنفسهم سنوات طويلة وأيام طويلة علشان يعني يصفوا قدرات النفس. ما شايفنا قالوا لنا لا خلاص احنا بينا في زمن العزلة في الجلوة، يعني الخلوة في الجلوة، تبقى خالي مع ربك وانت بتشتغل مع الناس، يعني كأنك تعامل الله في الخلق مش بتعامل الخلق، لا ده انت بتعامل الله في الخلق، فلا ترى الا الله، فلا يشوشك الخلق عن الخالق اصلا، لانه هو ده حال الانبياء على فكره. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت يعني طول عمره مشغول بالناس، لكن في نفس الوقت شغله بالناس لم يشغله عن ربه ابدا صلى الله عليه وسلم، هو ده الحل الكامل. فلأنه اجتمع له الوصفان الخوف والإخلاص، وهذه الأوصاف الحميدة لا يقع منها شيء إلا عند ذهاب أوصاف النفس وعلى قدر غيب. إيه أوصاف النفس أصلها؟ النفس عايزة الشهرة، حب الشهرة والناس تشير إليه، وعايزة مش كده وبس، وعايزة تلمع حطام الدنيا، يبقى عنده 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 عنده، وعايزة إقبال الناس عليه، وعايزة أن ينظر إليها بالكمال ولا يرى منها نقص، دي أوصاف النفس. وعايزة كمان تنتقم من كل ما يغضبها، تحب الانتقام والتشفي، هي دي النفس. اللي تخلص من الأوصاف دي كلها خلاص بقى ماشي مع الله، بقى عبد لله، بقى ملوش رغبات، رغبته هو ربه، هو رغبته كلها، مش رغبته يحقق إيه شهوة نفسه، هو مفيش نفس أصلا،
ده كل رغباته يحقق عبوديته لربه. هو النوع ده بقى اللي إذا ذكر الله خاليا، سواء كان خاليا حسا يعني لوحده فعلا، أو خاليا معنا يعني خالي مع ربه وهو في وسط الناس، فإذا ذكر الله فاضت عينه، هو ده من أهل الضلال بقى. وعلى قدر غيبتها يكون الفتح، على قدر غيبة الإنسان عن نفسه يعني يكون الفتح. ولذلك قال بعض من نسب إلى القوم، بعض من نسب إلى القوم إذا رأيت نفسك لم ترى غيرها، وإذا لم ترها لم يبق لك شيء إلا رأيته. يعني طول ما أنت شايف نفسك، حتى الناس العوام يقول لك إيه يا عم ده الراجل ده شايف نفسه سيبك منه، مش كده برضه؟ يعني اللي شايف نفسه مش شايف إلا نفسه، إنما اللي مش شايف نفسه شايف كل حاجة. أول ما تخرج من نفسك تشوف كل حاجة. سيدنا أبي يزيد البسطامي في إحدى خلواته مع ربه كان عايز يوصل لربه، ويصوم بالنهار ويقوم بالليل ويخلو ويعيش في الصحارى حتى لا يشوش بالقلب عن ربه، ومجاهدات عنيفة. وبعدين جاءه هاتف قال ماذا تريد يا أبا يزيد؟ قال أريدك يا ربي. قال اترك نفسك تجدني. انت تعبان ليه بقالك سنين قاعد بتدور؟ ما انت بتدور عليا بنفسك، فهتفضل طول عمرك محجوب. لا، ابحث عني بي، اخرج من حولك وقوتك الى حولي وقوتي. فالانسان ممكن يحجب بنفسه، كما انه قد يحجب بعلمه، كما انه قد يحجب بعبادته. فالحجب كثيره. وعلشان كده يقول ايه، من راى نفسه لم يرى غيرها، وإذا لم ترها لم يبق لك شيء إلا رأيته. فارغب في رؤية ما لا تحصيه عدا، ومن المحاسن ما لا تعرف منه ذرة إلا بالإعراض عما لا يساوي في الحقيقة ذرة. فإذا كنت بهذا الوصف عاد الورى بأسره لا يعدل منك ذرة، وبقيت بحوث. يعني في بحوث متعلقة بالحديث بعد كده. البحث الأول، هل الإمام العادل هنا الذي له الحكم على الخاصة والعامة وله البيعة، أو الإمام كل من كان مسترعيا رعية؟ مش الرسول في الحديث بيقول إيه، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته؟ يبقى الإمام العادل هنا يشمل كل واحد في مجال رعيته. كلما اتسعت الدائرة، كلما تسعت دائرة الإمامة حتى تصل للإمام الأعظم اللي هو الخليفة، وبعدين بعد كده الولاء اللي بيوليهم الخليفة كل على قطر، وبعدين الولاء اللي بيوليهم الوالي اللي على كل قطر فيجعل له وزراء، كل دول ولاء، كل دول أئمة في أماكنهم، إلى أن يصل إلى الزوج في بيته وصاحب العمل في عمله والمرأة في مال زوجها، إلى أن تصل إلى أنك إمام على جوارحك وعلى قلبك. فلا بد أن تعدل، يعني حتى لو ما كنتش انت ريس لحاجة خالص، كفاية انك انت ريس لنفسك، ربنا ولاك على نفسك، فيك اجتمعت العوالم كلها، كيف تعدل بين هذه العوالم؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد واحد لابس في رجل واحدة نعل والرجل التانية ماشي حافي، فالنبي قال له كده لا تعدل بين جوارحك، لانه امام، فازاي لا يعدل بين جوارحه؟ ينعم رجل ورجل تانية يشقيها؟ فالنبي قال لتنعلهما معا أو لتحفيهما معا، إنما كده ما ينفعش. يعني حتى العدل في الجوارح على مستوى الإنسان نفسه مع نفسه. وعلشان كده النبي نهى الواحد اللي هو إيه، نذر ألا يستظل ويقعد في الشمس على طول، نهى، لأنه كده يبقى إمام ظالم على جوارحه، يجيله ضربة شمس يهلك نفسه. واللي نذر إنه هو يحج ماشيا فارهق في الحج وهو ماشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه، قال له اركب، لانه بقى ايه، بقى ظالم على جوارحه. فالانسان قد يكون ليس له اماما الا على جوارحه بس، كان يكون منفردا، بلغه المصريين يقولوا عليه مقطوع من شجر، يعني لا لي زوجه ولا اولاد ولا اقارب ولا اب عايش ولا ام عايشه،
ولا لي ومالوش حد خالص, مقطوع من شجر. الجدع ده اللي مقطوع ده إمام, إمام على نفسه بقى, كيف يسوس نفسه بالعدل؟ وما ظلمونا ولكن إيه, كانوا أنفسهم يظلمون. درجة أن الجوارح, الجوارح كل يوم تتحايل على اللسان, ما توديناش في داهية, ما توديناش في داهية, أنت اللي هتعذبنا وهتدخلنا النار. تستعيذ بالله من اللسان, الجوارح, لأن اللسان هيكب هذه الجوارح للنار. لو تسكت وتحط جواها الجوارح سلمت. فكل يوم الجوارح تقعد تتحايل على اللسان, أرجوك بطل بقى, بطل لماضة, هتودينا في داهية. شفت قد ايه بقى الانسان قد يكون امام حتى على نفسه, وتتسع الدائره يبقى على اولاده وزوجته, تتسع اكتر يبقى رئيس في عمله, تتسع اكتر يبقى وزير في المدينه اللي هو مقيم فيها, تتسع اكتر يبقى حاكم المدينه, تتسع اكتر يبقى حاكم على جميع المسلمين. تفضل تتسع الولايه, تتسع تتسع, والامام العادل في هذا كله في كل دائره يبقى تحت ظل عرش الرحمن لو عدل. قلت قلت أو كثرت لقولي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, والرجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيته. عشان كده النبي أمرنا أننا إيه, نعدل بين أولادنا عشان تبقى إمام عادل, ما تظلمش, تميز الأولاد على البنات وتميز بعض البنات على البنات التانيين, عشان البنت دي مثلا ايه يعني بتقضي لك مصالحك شويه, بتبقى قريبه ليك اكتر, مش عارف ايه, تروح مميزه عن باقي بنات البنات التانيين كلهم ولادك. فما يصحش انك انت تظلم احد الاولاد وايه وتقرب احد الاولاد, لا, اعدل اعدل, فالعدل خير واقرب للتقوى. اعدله هو اقرب ايه للتقوى. لكن الأظهر الذي له البيعة, يعني طبعا أول ما تسمع الإمام العادل يجي بالك مين؟ الخليفة, حاكم المسلمين, دي أول حاجة, ده الأظهر. الأظهر اللي هو إيه؟ أول شيء يطرأ في ذهن الإنسان عند سماع اللفظ. لكن لما تقعد تتعمق فيها تجد لا, ده يشمل كل واحد فيما استرعاه الله. يعني الرجل اللي بيكنس الشارع بتاعنا ده, ده إمام في الشارع, أي زبالة في الشارع هو مسؤول عنه. شفت قد ايه؟ بحيث لو واحد مثلا اتزحلق في قشرة موز ولا قشرة فاكهة فكسر, هو مسؤول, تصور, هو مسؤول, ما عدلش في وظيفته, لم يعدل في وظيفته. ده في واحد دخل الجنة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه لقى شجرة شوك في طريق المسلمين امنحها على جانب الطريق, فالحديث يقول ايه, فشكر الله له فادخله الجنة. مين بقى كان ناس بيكنس طريق المسلمين في باله الحديث ده عشان يعرف انه في عبادة كبيرة؟ فلازم بقى نفهم ان كنس الشوارع دي, دي عبادة راقية جدا, عبادة راقية جدا, من ارقى العبادات للي يفهمها. لكن احنا لما نشتم واحد نقول له كناس, وعلشان كده يقول لك تعرف درجة ايمان الناس بنظرك إلى شوارعهم, فإذا وجدتها قذرة فاعرف إن الناس دي قلوبها قذرة, وإذا وجدت شوارعها نظيفة اعرف إن قلوبهم نظيفة. فالشارع مرآة لقلب المسلمين اللي ساكنين فيه, تصور, كانوا يقولوا كده زمان, ما يتصوروش الشوارع بتاعتنا اليوم. يعني لو شافوا شوارعنا دلوقتي يقولوا المسلمين إيه دول, يعرفوا إيه عن الإسلام دول؟ ده ما يعرفوش حاجة خالص, لأن إيه, إماطة الأذى عن الطريق, مش كده برضو, أدنى شعبة في الإيمان, أقل حاجة إماطة الأذى عن الطريق, بعدها بقى تبني بقية الإيمان. فإذا كان أقل حاجة مش موجودة تبقى إيه في الآخر, يبقى كل حاجة مش موجودة. لما تقول أنا معيش ولا جنيه, معناه معكش ألف ومعكش مية ومعكش مليون ومعكش مليار ومعكش أي حاجة ومعكش دولار ومعكش, مش كده برضه؟
فإذا كان تقول أنا ما عنديش إماطة أذى عن الطريق يبقى ما عندكش إيمان. الإيمان بر وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. شفت الأحاديث اللي كل الناس حفظها مش محولها ترجمة حياتية أبدا، يبقى ظلموا نفسهم ولا ما ظلموش؟ يبقى دول ما ينفعوش وتحت ظل عرش الله، لأنهم أئمة ظلمة، ولما هم أئمة ظلمة ربنا يجيب عليهم أئمة أظلم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، مش ربنا بيقول كده؟ يعني ربنا بيولي على الظالم ظالم زيه، ويولي على الايه؟ على الصالحين. مين؟ ما يجعلش عليهم حد سلطان، لان دول عباد الله، اللي يقرب لهم ربنا ينسفه. كل ما تبقى انت صالح ما يهمكش اي ظالم، ما يقدرش يقرب لك. لو قرب لك ربنا يعمل فيه ايه، فهمت؟ انما طول ما انت ظالم ربنا يمكن الظالم منك، لان انت ظالم اصلا فمكنه منك. لان ربنا بيقول وكذلك ايه؟ نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ايه؟ يكسبون. يبقى ربنا ما بيوليه الظالم على انسان ليظلمه الا اذا كان الانسان ده نفسه ظالم في دائرته. فربنا يريد ان يذيقه ما اذاق غيره. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كما تدين تدان. كل الناس حافظه الحكايه دي، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت يعني براحتك، ربنا مش هيعجزه شيء. هتعدل ربنا يعدل، تحسن ربنا يحسن، تغفر ربنا يغفر، تنتقم ربنا منتقم، تؤذي ربنا يؤذي. لدرجة حديث أبي داود يقول ايه؟ إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. حديث كده، إن الله يعذب من عذب الناس. والناس هنا ايه؟ يعني مؤمنهم وكافرهم، اي ناس. ربنا لا يقبل ان انسان يعذب انسان بغض النظر عند مؤمن او كافر. او هات لي كده النبي صلى الله عليه وسلم ربط واحد وعذبه وقعد يجلده في سيرته كلها، صلى الله، ما حصلش. ده ما عملش كده مع الكفار، فكيف يقبل انه يتعامل كده مع المؤمنين والمسلمين؟ شوف، ان الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. يعني الأمة اللي بتعذب ابنها كل ما الواد يعيط تضربه على وشه، عمل على روح الواد مسكين تروح جايبة المعلقة تسخنها في النار وتكوي فخده. احنا بنشوف القصص دي كلها، بحكيها لك لأن أنا شفتها. قال يعني بتقدمه يعني؟ طيب ما هي كده ربنا ولاها على هذا الطفل وبتعذبه، يبقى ربنا هيعذبه. شفت؟ لأنها عذبت الناس اهو، مش ابنها ده ناس ولا هي ولدت كلب ولا ولدت أرنب ولا ولدت حمار، ده ولدت إنسان. ناس دي، مش الإنسان ده ناس؟ الطفل ده مش ناس؟ الأب يعمل إيه؟ يقعد يعذب في العيال طول النهار، لدرجة يضربهم بإيه؟ بالخرطوم، ويضربهم بالحزام، ويضربهم. قال يقولك بأدبهم. تأدب إيه؟ هو النبي ما أدب الأمة كلها، ما ضربش حد صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه في آخر أيامه يقول من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فالإيه؟ ولا واحد ادعى النبي جلد، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ، ما ظلمش لا في المال ولا في الأجساد ولا في الأعراض صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإمام العادل دي صفة عظيمة، اللي يتصف بيها من صعوبتها أجرها عظيم قوي، لأنها صعبة إنك تبقى عادل. عادل مع نفسك ومع جوارحك، عادل مع أولادك، عادل مع زوجتك، عادل مع زوجاتك لو كنت متزوج أكثر من واحدة، عادل مع أصدقائك ومع جيرانك ومع أقرانك في نفس المهنة. ده العدل ده بيشمل حاجات كتيرة بقى، في كل خطوة انت بتخطي فيها وتتعامل مع الناس لابد ان تعدل. فيبقى دي صفة صعبة، ومن صعوبتها تحتاج المراقبة في كل لحظة. فاللي يوفق فيها يستحق بقى انه يبقى متميز في الاخر، يبقى قاعد في الظل وغيره في الشمس.
كويس، لأنه في ظل عمله. والرجل راع في بيته مسؤولا عن رعيته، احتمل، لكن الأظهر الذي له البيعة ولا ننفي الآخر بالأصالة. والمرأة تظلم إيه زوجها وتضايقه وتقول وانا عملت حاجة، وهي طول النهار منكدة على جوزها. طب مش ده حرام؟ والزوج نفس الحكاية، يضايق مراته ويضايق عياله ويقول لك انا عملت حاجة، ده انا غلبان. والغلبان هو الكافر اصلا، المفروض انا مسكين. يعني المسلم يتصف بالمسكنة، ما يتصفش بالغلب. الغلبان ده ابليس وحزبه، لكن المسلم مسكين، مسكين لربه، فهمت؟ لكن كتير من الناس يقول لك انا غلبان، هو هيقول انا مسكين، انما الغلبان ده ابليس. لكن يبدو انه بيقول غلبان لانه اصلا ماشي على مذهب ابليس، بيظلم الناس ويظلم نفسه وقاعد بيعك، مش واخد باله. فربنا بيغلبه، يقوم يوصف الوصف الصحيح، لا قول انا مسكين بقى وتوب الى الله. البحث الثاني قوله في الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، هل هو مقيد أو مطلق؟ ظاهره مطلق، وهو مقيد بأصول الشريعة. يعني عبادة ربه، ما كل واحد من الهندوسي بيعبد ربه، طب ما هو الكافر بيعبد ربه برضه، مش كده برضه؟ يبقى هنا مقيدة، بيعبد ربه على شريعة الإسلام، يبقى نشأ في عبادة الله على شريعة الإسلام. هذه معنى هي مش مطلقة، مش مطلق عبادة، لا ده عبادة مقيدة، عبادة صحيحة على شرع نبي ووحي نبي، مش مقتضى أفكار. ده الهند لوحدها في 250 ديانة، وكل أصحاب الديانات دي يقولك احنا بنعبد ربنا. طب والشباب اللي نشأوا في الحتة دي؟ تقول يا سلام، ده نشأ في عبادة الله. لا تمام، طب ليه؟ لأن الحديث مش عام، مش عبادة الله أي عبادة، لا ده العبادة المشروعة، فهمت بقى؟ فليس على إطلاقه، فهو لفظ مطلق إلا أنه مقيد في المعنى. لأن إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وده اللي تقييد، اللي قيدته الآية، فهمت؟ هل هو مقيد أو مطلق؟ ظاهره مطلق، وهو مقيد بأصول الشريعة. الشريعة تحط على طول التقييد إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه القيد. وهي كثيرة، فمنها ما تقدم ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قيل وما إتقانه؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة، وإلا كان هباء منثورا. البحث الثالث قوله في الرجل الذي قلبه متعلق بالمساجد فليس على عمومه، يعني بالمساجد هنا، هل هو ليه النبي ما قالش بالمسجد؟ قلبه معلق بالمسجد، ما قال له بالمسجد ينصرف على ايه؟ على مسجد الكعبة على طول، صح؟ تبقى الالف واللام للعهد. لكن النبي اراد بالمساجد، اي بجنس المساجد، في اي مسجد في اي مكان، قلبه معلق باماكن العبادة، لكن ما قالش بالمسجد. لو قال بالمسجد هينصرف على طول الذهن الى المسجد الحرام او المسجد النبوي اللي هي اشرف المساجد. اعني ان الرجل قلبه متعلقا بكل مسجد في الدنيا، فان هذا المعنى لا فائدة فيه. يعني قلبك متعلق بكل مسجد في الدنيا مستحيل. انت قاعد في مصر، طب انت مالك قلبك يتعلق بمسجد في اسطنبول؟ انت مالك انت؟ او مسجد موجود في ماليزيا؟ طب انا مالي وانا شفته اصلا، فهم؟ يعني مستحيل ان المسألة ان قلب متعلق بالمساجد اي بعموم المساجد مطلقا على وجه البسيطة، مستحيل برضه، فهمت؟ لان كيف يتعلق قلبه بما لم يره؟ واضح؟ فيبقى بالمساجد هنا يعني ايه؟ الالف واللام للجنس، اي لجنس المساجد، المسجد القريب اللي بيصلي فيه قلبه معلق بيه، كل ما يستريح يروح يستريح في الجامع، كل ما يلاقي نفسه عنده فراغ يقعد ينتظر الصلاة بعد الصلاة،
كل ما يدي مواعيد يقابله حد يقول له قابلني في الجامع بعد العصر، قابلني يوم الجمعة على يمين المنبر، قابل كل مواعيده على المسجد، ما يقولوش قابلني مثلا في الكازينو ولا في القهوة ولا على المصية الفلانية ولا الحاجات دي، فده قلبه معلق بالمساجد. فما بقي إلا أنه صلى الله عليه وسلم تحرز بقوله بالمساجد ولم يقل بالمسجد، لأن هذا الاسم اللي هو المسجد من أسماء الغلبة للكعبة أو لمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا سمع السامع من الشارع عليه السلام هذا الفضل العظيم لم يسبق لقلبه إلا أحد هذين المسجدين، فعدل عن وصف المسجد بالفرد إلى الجمع وهو الجنس، ويكون المعنى أي جنس مسجد في أي مكان كان من جملة المساجد، كما قال مولانا جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني لجنس الفقراء والجنس المساكين، أي فقير خلاص تبقى أديت، أي مسكين يبقى أديت، يبقى إنما الصدقات للفقراء الألف ولا منها لجنس الفقير ولجنس المسكين، مش لفقير معين، مش للعهد. فإذا أعطى إنسان صدقته لمسكين ولا للعموم، يعني الصدقات لعموم الفقراء لازم أشوف جميع الفقراء وديهم، طب ما جميع الفقراء دول مليارات هجيبهم منين دول؟ لا، يعني لجنس الفقير 1-2-10 ما تيسر وخلاص، مش مهم تستوعب جميع الفقراء يعني، فهمت؟ يبقى هنا معناها لجنس الفقير بغض النظر عن أي حاجة. فإذا أعطى إنسان صدقته لمسكين واحد فقد وقعت في مستحقها وأجزأته عن فرضه، ويكون معنى تعلق قلبه بها أنه إذا خرج منه بقي قلبه متعلقا به، إذا خرج يعني من المسجد بقي قلبه متعلقا به أن يعود إليه لأداء الصلاة التي تأتي بعد. وإنما المساجد لما بنيت له، وفي من الفقه أن هذا الذي أعطي هذا الذي قلبه متعلق بالمساجد إنما هو زائد على ثواب صلاته، لأن ثواب الصلاة قد جاء ما حده في الجماعة إن هي 27 فرد يعني، وما حده في الوحدة إن هي تجزئ منفردا، وجاء ثواب الخطى إلى المسجد كل خطوة تمحو سيئة وترفع درجة، مش كده برضو؟ أي الثواب دي كلها يبقى دي حاجة زيادة على ثواب الصلاة ذاتها وعلى ثواب السعي للمسجد ذاته أو ثواب حتى المكس في المسجد، لأنه ذلكم الرباط ذلكم الرباط، يبقى دي حاجة زائدة، وهو أن قلبه بيحب المسجد ومرتب مواعيده وحياته على مواعيد الصلوات بحيث ما تفوتوش صلاة. يجي مثلا يقول لك أنت ساكن فين؟ يقول له مثلا أنا ساكن في الحي الفلاني، يقول له طب أنا حاجي لك بعد العصر بس المشوار ده هيوصلني على المغرب، ما فيش جامع جنبكم نتقابل فيه؟ يقول له اه في جامع جنبنا على ناصية الشارع، يقول له خلاص اسمه ايه؟ يقول له اسمه كذا، يقول له هنتقابل بقى ان شاء الله في الجامع ده، هيشوف قلبه متعلق بالمسجد، يعني بيرتب معاد هيزور واحد بس مخه رتبه على المسجد. شوف قد ايه في ناس كده حياتها كده مرتبه حياتها بالطريقه دي، اه يبقى ده قلبه متعلق بالمسجد. وانتظار الصلاة وما قدر الأجر في ذلك، فما بقي مقابلة هذا الثواب العظيم إلا تلك النية المباركة، وهو قد قال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن تلك النية المباركة هي نتيجة قوة خالص الإيمان. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله، كل دي بحوث متعلقة بالحديث، نكمل غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله.